الحمد لله رب العالمين، أحمدك يا رب حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في محكم كتابه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد القائل صلوات ربي وتسليماته عليه: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة، حديثي مع حضراتكم في هذه الدقائق المباركة عن الرؤى والأحلام وقفات وأحكام، وسوف ينحصر حديثي إن شاء الله في نقطتين: الأولى الفرق بين الرؤى والحلم، الثانية أحكام ومسائل تتعلق بالرؤى والأحلام. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله سبحانه وتعالى نسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا آمين. أولا، ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الرؤيا والحلم هما مترادفان بمعنى واحد، أي ما يراه النائم في نومه، إلا أن الرؤيا تطلق على ما يراه الإنسان من الخير ومن البشرى ومن الشيء الحميد، والحلم يطلق على ما يراه النائم من السوء ومن الشر ومن الشيء القبيح. ولقد فرق القرآن الكريم بين الرؤيا وبين الحلم، فقال الله تعالى عن الملك ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام، قال الملك: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ففرقت الآية بين الرؤيا وبين الحلم، وهناك ثلاثة أنواع مما يراه النائم في المنام. النوع الأول يرى رؤيا وهي من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. فهذا هو النوع الأول الذي يراه الإنسان في منامه. والنوع الثاني ما يسمى بأضغاث الأحلام، ما يسمى بحديث النفس، وهو ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه. الإنسان بيشتهي شيء أو بيشتغل شغلة معينة، والشغل ده شادد عليه طول النهار، فيحلم بحاجات منه في النوم، وهذا ما يسمى بحديث النفس. وأما النوع الثالث ما يسمى بالكابوس، الكوابيس اللي احنا بنشوفها وهي من الشيطان. قال الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان. والنجوى في إحدى تفسيريها ما يراه النائم
وهو يفزعه ويخوفه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إذن هناك ثلاث أنواع: رؤيا وهي من الله، حديث نفس هو اللي انت بتحلم بيه بسبب شغلك او بسبب العمل اللي انت بتعمله طول النهار او بسبب الشيء اللي انت مشغول بيه، وكابوس وهو من الشيطان. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تسمعني الصلاة عليه بيجمع الثلاث انواع في حديث عوف ابن مالك رضي الله عنه، فيقول: ان الرؤيا ثلاث، أهاويل من الشيطان ليحزن بها ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة وهي الرؤيا الصالحة. ولذلك خلي بالك عشان المعلومة دي مهمة، هناك فرق بين الرؤيا بالألف وهناك فرق بين الرؤية بالتاء المربوطة وهناك فرق بين الرأي. أما الرؤيا بالألف فهي التي يراها النائم في منامه، قال الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. أما الرؤية بالتاء المربوطة فهي الرؤية البصرية مأخوذة من الفعل رأى، تقول رأى الرجل شيئا، رآه رؤية بالبصر، أو مأخوذة من الرؤية رؤية البصيرة، تقول نحن في عمل ولدينا رؤية مستقبلية في لمدة 10 سنوات. أما الرأي فهو المذهب العقلي، لقد رأى ذهب فلان أو رأى فلان رأيا، أي ذهب مذهبا عقليا. وقصة الرؤيا أن الله تعالى يطلع ملكا على اللوح المحفوظ، الملك الموكل بالرؤى والأحلام، فيطلع هذا الملك على اللوح المحفوظ ويعلم ما سيحدث لرجل أو امرأة، فيأتي هذا الملك الموكل بالرؤى فيضرب لهذا الشخص الذي سيحدث له هذا الأمر مثلا، فيقوم هذا الرائي من نومه ويذهب إلى المعبر إلى مفسر الأحلام ويقص عليه ما رآه، فيقوم المعبر بفك الطلاسم والألغاز والرموز، ثم يتحقق هذا الأمر بإذن الله عز وجل. وقد وقعت الرؤى في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، قبل غزوة أحد ما تقع، رأى في نومه أن سيفه فيه ثلمة مكسور، ورأى أن بقرا يذبح وينحر، فكان هذا استشهاد عمه حمزة، فالسيف في المنام عصبة الرجل، والبقر الذي ذبح أصحابه، فقتل منهم عدد كثير، ولا علاقة بين البقر وبين البشر من حيث النوع، وإنما هناك علاقة لفظية. ورأى أبو الطفيل رضي الله تعالى عنه وهو يذهب إلى محاربة المرتدين في منامه رؤيا، رأى أن جارية تدخله في كذا وكذا، رأى أن جارية تضمه، ورأى أن شعر رأسه يحلق، ورأى أن شيئا يخرج من حلقه، فقص هذه الرؤيا على أصحابه فاستحيوا أن يخبروه بتأويلها، قال: أما إني أعلم تأويلها، إنني سأذهب وسأقتل شهيدا، وأما الجارية التي تضمني فهي الأرض، سأموت وأدفن في داخلها، وأما الشيء الذي خرج من حلقي فيروحي،
وبالفعل حدث له ما وقع. إذن فعندما يعبر المفسر أو المؤول لرؤيا فهو لا يعلم الغيب، إنما هو يتقن معرفة الرموز ومعرفة الأشياء التي تكون بالرؤى، فيعلم بهذا ما سيقع للرائي إن كانت هذه رؤيا. صلوا على رسول الله. إذن عرفنا الفرق بين الرؤية والحلم، وقلنا الحلم ده منه ما هو حديث نفس ومنه ما هو كوابيس. طيب أنا لو شفت رؤية صادقة في المنام أعمل إيه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بعد ما تسمعني الصلاة عليه، سيدنا أبو سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يحب فإنما هي من الله فليحمد الله تعالى وليحدث بها. يبقى أول ما تشوف رؤيا صادقة تحمد الله تعالى عليها. طب وإزاي أعرف إن دي رؤيا صادقة ولا لا؟ ترى فيها بشرى، حاجة حلوة أنت بتحبها، تقوم من النوم وأنت مستريح ما أنتش تعبان. تعرف كمان لو تواطأت هذه الرؤى، يعني انت شفت حاجة هتحصل لك بعد شوية وحد قريبك شاف الحاجة دي وحد كمان صاحبك شاف الحاجة دي ليك، تواطأت الرؤى او كنت في كرب وضيق فرأيت رؤيا، فهذه الاشياء علامات على انها رؤيا صادقة. تعمل ايه؟ تحمد الله تعالى وتحدث بها من تحب، ولا تحدث بها إلا لبيبا أو ناصحا، تحدث بها إلا عالم يستطيع أن ينصحك. وإذا رأى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى ما يكره فلا يحدث بها أحدا فإنما هي من الشيطان فإنها لا تضره. قمت مفزوع من كابوس أو من شيء مخيف، ما تتكلمش، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل عن يسارك وتتحول من نومك، من تنام على الشق الأيمن تنام على الشق الأيسر أو العكس. الموضوع ده تكرر، تقوم تتوضى وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يري الإنسان عينيه ما لم يرى، يقول رأيت ولم يرى شيئا، يقول أنا شفت كذا وكذا وكذا في المنام ولم يرى شيئا، فهذا من أفرى الفرى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، وإن هناك علم يسمى علم تعبير الرؤى. يعني إيه تعبير الرؤى؟ تعبير الرؤى يعني تفسيرها. سمي تعبيرا لأنك تعبر من ظاهر الرؤيا إلى باطنها. فمثلا رأى إنسان في منامه أنه يشرب لبنا، هذا اللبن رمز يدل على العلم. رأى إنسان في منامه أنه يسير عريانا، هذا رمز يدل على قلة الدين، أن دينه قليل. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير. وهل تفسير الرؤى جائز؟ نعم تفسير الرؤى يجوز، ولكن لا يفسر الرؤى ولا يعبرها إلا من كان عالما بهذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبر الرؤى لأصحابه ويعبرها بعض أصحابه أمامه كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولها شروط ولها قواعد. ولذلك هل تعبير الرؤى علم ولا موهبة؟ هو جزئان، جزء منه علم وجزء منه موهبة، وهو الأصل. موهبة وفراسة وذكاء يستطيع الإنسان أو العالم من خلالها أن يتعرف على معاني الرؤى ويقوم بالربط بينها وبين مدلولاتها وشواهدها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأمثال العربية وغيرها، يستطيع أن يقوم بالجمع بين المعادلات وأن يتوصل بالنظر فيها إلى النتائج. تثقل هذه الموهبة بالمعرفة والعلم. ولذلك
ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة يوسف بعد ما تسمع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ذلكما مما علمني ربي. سيدنا يوسف بيقول لصاحبيه في السجن بعد ما أول لهم الرؤيا، وقال الله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، وقال الله تعالى ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهو علم له قواعد وأصول، ولكنه علم ديني وليس علما دنيويا. يسقل ويسقل بشرط أن يكون الإنسان لديه هذه الموهبة لهذا الأمر. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. وتعبير الرؤى يختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف المكان، ويختلف باختلاف أحوال الشخص نفسه، فليس التعبير شيئًا واحدًا. ومع ذلك كله يخرج هذا التعبير ظني وليس على جهة الجزم واليقين. يجي واحد لسيدنا محمد بن سيرين وهو من المشهورين بهذا العلم، سمعنا الصلاة كده على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له رأيت في المنام أني أؤذن، فقال له ستسرق وسيقطع يدك. ويجي له واحد تاني يقول له رأيت في المنام أني أؤذن، فيقول له ستحج بيت الله تعالى بإذن الله. وبالفعل يقع ما حدث. ليه؟ لاختلاف الأحوال. الأول جاء وهيئته وشكله ليس منضبطا، والتاني عليه الوقار وسمته طيب، فحكم لده أو عبر لده بتعبير وعبر للآخر بتعبير آخر. يجي واحد لسيدنا محمد بن سيرين أيضا ويقول له يا إمام رأيت في منامي أني آكل 30 تينة. شفت في الحلم في الرؤية لأني كلت 30 تينة. قال له يا ابن أخي إن صدقت رؤياك فستجلد 30 جلدة. وبالفعل الرجل ده يذهب إلى بيته ويصعد على سقف البيت ويقوم بالاستحمام، فيقع الماء من الميزاب على أحد الأمراء المارين بالطريق، فيغضب عليه ويقوم بجلده 30 جلدة. وبعد شوية طويلة جدا يحلم برضو أو يرى رؤيا أنه يأكل 30 تينة، فيذهب إليه ويقول يا إمام رأيت أني أأكل 30 تينة. قال سيخرج في جسدك جروح وبثور ودمامل على هيئة 30. وبالفعل يخرج في جسده قروح ودمامل وبثور 30. ويرى رؤيا بعدها مباشرة أنه يأكل 30 تينة أيضا، فيقول له يا إمام رأيت أني أأكل 30 تينة. قال إن صدقت رؤياك فستعطى 30 دينارا. وبالفعل يجي واحد ويدله 30 دينار، فالرجل استغرب أوي، قال له يا إمام إزاي الرؤية واحدة وقد أولتها وعبرتها على عدة تعبيرات؟ قال إنك عندما أتيت أول وقلت أنك أكلت 30 تينة تينة فلم يكن هذا وقت أواني خروج التين ونضوجه، فلم أرى إلا العراجين فرأيت أنك ستجلد 30. وأما الرؤيا الثانية فكان هذا غير وقتي، كان وقت قرب دنو نضج التين، كان التين قريب أنه ينضج ولم ينضج بعد، فقلت أنه سيخرج في جسدك بثور ودمامل. أما عندما قلت لي في المرة الثالثة أنك رأيت أنك تأكل 30 تينة ف
فكان هذا وقت نضوج التين، فعلمت أن هناك خيرا سيساق إليك. إذن الرؤى تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والهيئات والزمان والمكان. طب سؤال، هل ينبني على الرؤيا حكم شرعي؟ والجواب لا. يعني ايه؟ يعني لو واحد خيل له انه راى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له ما تصليش، نقول له لا صلي. لو حتى الامام النووي يقول ايه، لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحد في المنام وكان كنا في ليله 29 من رمضان وقال له بكره رمضان وهم نحن علينا رؤية الهلال، فنحن لا نسمع هذا الكلام الذي في الرؤية. فالرؤية لا ينبني عليها حكم شرعي. طيب سؤال تاني، هل رأيت رؤية صالحة هل يشترط أنها تقع مباشرة؟ والجواب لا، بل قال العلماء إنك إن رأيت رؤيا صالحة وصادقة ربما يبعد الزمان، تعد زمان طويل حتى تتحقق هذه الرؤية. وقالوا إن الوقت الذي كان بين رؤيا يوسف عليه السلام وهو صغير وبين خضوع إخوته له كان 40 سنة، وبعض العلماء قال 80 سنة، يبقى لا يشترط أن تتحقق مباشرة. طيب سؤالين أخر ونختم بعد ما تسمعنا الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل من الممكن أن يرى الإنسان ربه في المنام؟ وده سؤال ممكن يطرح، هل الإنسان ممكن يشوف ربه في المنام؟ اختلف العلماء في هذا، منهم من قال لا ومنهم من قال نعم، يرى النائم ربه في المنام. طب إزاي يرى ربه؟ على قبل ما نتكلم بس خلي بالك إن الرؤى دي رموز، علم عالم الرؤى ده رموز وله قوانينه الخاصة ليس كعالم اليقظة. يرى، ممكن الواحد يرى في المنام صورة شيخ وقور ويقع في روعه أنه هو الله، وهذه رؤية صادقة، لكن الذي رآه مش ربنا، إنما هي صورة، إنما هي رمز. ولذلك الله جل جلاله يتجلى في صور. يعني إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل قال عن سيدنا موسى عليه السلام أنه آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، وساب أهله وانطلق إلى هذه النار التي بالشجرة التي رآها من بعيد، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. اقترب من هذه النار فوجدها تضطرم وتزداد، ووجد أن الشجرة تزداد اخضرارا وأن هذه النار قد تحولت إلى نور تجلى من الأرض إلى السماء. دي صورة من الصور التي تجلى الله عز وجل فيها لموسى عليه السلام ليكلمه، وليست هي ذات الله سبحانه وتعالى ولا صفة من صفاته، إنما صورة تجلى الله تعالى فيها لموسى عليه السلام حتى يكلمه. إذا علمت هذا فربما يأتي الله جل جلاله لإنسان في النوم ويأتيه على هيئة صورة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول رأيت ربي في المنام على صورة شاب أمرد، فقال لي يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، إلى آخر الحديث. الله تعالى ليس شابا أمرد، إنما هذه صورة، مجرد صورة جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رمز يدل ويشير إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك على سبيل المثال برضو سيدنا جبريل عليه السلام كان يأتي إلى النبي في شكل صورة
ولم يكن يأتي له صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية إلا مرتين. ملك الموت لما جاء لسيدنا موسى جاء له في شكل صورة ولم يأتي على هيئته الحقيقية التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. السؤال الأخير، هل من الممكن أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام؟ والجواب نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. ونسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك الأغر أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها يا ربي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، واصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وردنا جميعا إلى دينك مردا جميلا. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.